هذا وقد كان حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في مقدمة مودع أخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه لدى مغادرته قاعدة الصخيرة الجوية هذا اليوم، مختتما زيارته الأخوية إلى مملكة البحرين. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. أكثر من 200 عام من علاقة الترابط الوثيق والتآزر المتين الذي تنامى من قلب الجزيرة العربية العاصمة الرياض إلى منامة الخليج، ليسطر هذا الترابط تفاهما كبيرا وتناغما رصينا يحفظ مكانة البلدين في صياغة تاريخ المنطقة ويرسم ملامح مستقبل شعبيهما الشقيقين. ترابط أساسه الانفتاح على العالم وسنده حفظ الأمن والاستقرار في ظل تحديات كبيرة كانت ولا زالت تحيط بالمنطقة. شد أزر هذه العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بالزيارات الرسمية السامية المتبادلة والتوجهات الملكية بعيدة النظر كبيرة الأثر، وضعت لهذا التآخي التاريخي أساسا عربيا رصينا ومبادئ إسلامية متينة سار على إثرها رجالات البلدين الشقيقين ليرسموا مستقبلا مشرقا يتنامى بحكمة وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة كلا البلدين حفظهم الله ورعاهم. التكامل السياسي والدبلوماسي بين البحرين والسعودية بات واضحا وجليا على المستوى الخليجي والعربي والدولي، يؤكده توافقهم المستمر حول مختلف القضايا العربية والدولية وتحالفاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية ابتداء بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليس انتهاء فقط بتحالف دعم الشرعية في اليمن وتحالف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. ولتحقيق التوافق والتجانس على مستويات هامة أخرى، برز التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من خلال سعيهم للتنسيق العسكري الكامل بين المملكتين في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب. وقد وقعت البحرين والسعودية اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحقق العمل الخليجي المشترك في المجال العسكري انتقالة نوعية، حيث حددت الاتفاقية العديد من مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولوياته. ويؤكد على ذلك مشاركة القوات البحرينية جنبا إلى جنب مع أشقائهم في التحالف العربي للدفاع عن الحدود السعودية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية.
هذا التوافق والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات عززه الترابط الاجتماعي والثقافي المشترك الذي يجمع البلدين، علاوة على وشائج القربة والمصاهرة التي عززت من هذه العلاقات وجعلت منها مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة في حسن الجوار والتعاون الخليجي القائم على المحبة والاحترام المتبادل على كافة المستويات.